حددت شركة أبل يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يونيو القادم انطلاق مؤتمرها للمطورين WWDC 2024، وسوف يكون هذه المرة المؤتمر مفتوحاً لجميع المطورين عبر الإنترنت دون تكلفة. المؤتمر يعقد على مدار 4 أيام، وسوف تعرض الشركة أنظمة التشغيل iOS 18 وكل أنظمة الآيباد والساعة الذكية والماك وغيرها. وسوف يضع المؤتمر هذه المرة تركيزاً شديداً على استراتيجية ورؤية الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي المنتظرة منذ فترة طويلة ودمجها مع أنظمة التشغيل القادمة. كما سوف تكشف الشركة عن النسخة التجريبية الأولى من النظام iOS 18 للآيفون، وجاء قبل أسابيع عبر مجلة بلومبرغ الأمريكية تأكيدها أن هذا النظام سوف يكون الأكثر طموحاً وثورية بين أنظمة التشغيل في السنوات الأخيرة، وأن مستوى القفزة سيكون الأعلى. وترزح شركة أبل تحت ضغوط شديدة في السنة الأخيرة بعد موجة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تبنتها شركات منافسة مثل جوجل ومايكروسوفت وتشات جي بي تي وأنظمة الذكاء الاصطناعي للدردشة والمساعدة، وأضحت متفوقة بشكل واضح على المساعد الصوتي سيري الذي بات متأخراً عنهم. ولهذا ينظر لمؤتمر أبل القادم على أنه علامة فارقة وفاصلة في مشوار الشركة التقني التنافسي في أنظمة التشغيل، وتتعرض لاتهامات بالتأخر عن الآخرين. ولهذا حاول بعض مسؤولي الشركة امتصاص هذا الضغط وتقديم الوعود تلو الوعود للمستخدمين حول تحديثات هائلة قادمة لرفع الحرج عن المطورين الذين ينتظرون تحديثات الشركة. وذكرت المعلومات أن شركة أبل تخطط لدمج نماذج لغة كبيرة في سيري، ومن المميزات المحتملة القادمة في النظام هي دعم تقنية رسائل دعم RCS، وهي ميزة أعلنت الشركة سابقاً أنها ستدعم معيار RCS للمراسلة عبر الأنظمة الأساسية في تطبيق الرسائل على آيفون. لذلك من المحتمل أن تكون الميزة قادمة مع التحديث القادم. ومن المفترض أن يؤدي دعم RCS إلى التحسينات التالية عبر تجربة المراسلة الافتراضية بين أجهزة آيفون وأندرويد، مثل صور ومقاطع فيديو عالية الدقة، رسائل صوتية، مؤشرات الكتابة، قراءة الإيصالات، تحسين الدردشات الجماعية. كما شاعت أخبار أن النظام القادم سيقدم ميزة ترتيب التطبيقات في الشاشة الرئيسية حسب تخصيص المستخدم وفي أي مكان من الشاشة الرئيسية، ودون التقيد بالنظام الثابت المفروض سابقاً. أحد مستخدمي أندرويد حين سمع بهذه الميزة القديمة قال: هذه الميزة موجودة في الأندرويد منذ سنوات طويلة. فرد عليه مستخدم للآيفون: وهي موجودة في نظام الماك منذ العصر الحجري.